حددت المحكمة الإدارية يوم غد الثلاثاء والخميس 29 من أوت الجاري موعداً للتصريح بمنطوق أحكام الطور الثاني من نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر القادم. وسيتولى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد ذلك المصادقة على القائمة النهائية للمترشحين المقبولين. في الأثناء تتواصل الحملة الميدانية الاستثنائية لتحيين السجل الانتخابي إلى غاية 20 سبتمبر القادم، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد تليلي للنصري. مطالب ترشحين قاموا بالطعن لدى الجلسة العامة استئنافيا في قرارات الطور الابتدائي الصادرة على الدوائر الاستئنافية. تمت المرافعات في هذه الملفات ووقع تأخير هذه القضايا ليومي 27 و 29 أوت في إصدار الأحكام عن الجلسة العامة في خصوص مطالب الترشح. الأحكام التي ستصدر تعتبر أحكام باتة ولا تخضع لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. على إفراهية مباشرة مجلس الهيئة سيصادق على النتائج النهائية للمقبولين. لحد الآن عندنا 3 مترشحين بصفة نهائية وننتظر أحكام المحكمة الإدارية. تتواصل عملية التحيين بالنسبة للسجل الانتخابي إلى غاية 20 سبتمبر عن طريق أعوان الهيئة لوقع انتدابهم تقريبا أكثر من 1000 على كامل تراب الجمهورية بفرق متنقلة وقارة بمقرات المعتمديات وكذلك بمقرات هيئاتنا الفرعية، هذا بالإضافة إلى إمكانية متاع التحيين عبر التطبيق متاع 20.z.tn.